صباح الخير لغزالات ديالي كاملين، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا مزيانين. صباح الخير لغزالات ديالي كاملين، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا مزيانين احوال جيده. مرحبا بكم في لاشين ديالي عيشين اومالاك. الى كنتو جديده ولا جديد كنقول لكم مرحبا بكم، ما تنساوش الاشتراك واللايك والجرس باش يوصلكم اي فيديو درت يوصلكم. ومرحبا بجميع المتتبعين ديال قناه عيشين اومالاك من داخل المغرب ومن خارج المغرب. كما كتشوفوا لينا مهم البنات، رانا وصلنا للدار. مرحبا بكم معنا الفطور الصباحي. دابا غادي نمشيو باش نفطرو. رسالتي كما كتشوفو دابا راني غادي نمشي باش نوجد الفطور باش غادي نفطرو، ومن بعد باش نمشي نديرو عاد الغدا. تشوفو اليوم عندنا الجو شويه ماشي مشمش، ولكن ما كاينش البرد. يعني هذيك السيمانه ديال العطله كانت الجو مشمش، يعني اليوم راه الجو مش مشمش. من دابا غادي نمشيو نوجدو الفطور باش نفطرو، نمشيو باش نديرو الغدا. نتوما تبقاو معايا تقدي معايا الروتين ديالي ديال يوم ثلاثاء. شوفوا لينكا شنو غادي ندير في الروتين ديالي. وحنا لله دايبين الزين الزين، ما نفوت واخا نموت بالحديد، وتكون السلسله ليا ويكون رسمها جديد. دقوا الخلاله خراس كبر ونبالا ومية رياله باش نكفي حسان. ماما هكا ماما هكا ماما 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 خبز السرغينة ما ناكل فيه ما نتوق ويخلي مولاتو بنت حليمة اللي عجناتو علاش محبوبي شهاد العملة عملتي فيا كزاتي. كما كتشوفو دابا انا في الطناج معنا هلا، غادي نجمعو هنا الكوزينة، غادي نرد هاد الماعن نردهم لبلايصهم باش غادي نغسل الماعن. داكشي اللي هاد غادي نجمعوهم كاملين، هداك الماعن غنجمعوهم. مهم بقاو معايا باش تشوفو لنا روتين شنو غادي نديرو فيه. بدات تحزمنا نطب ليا باش غادي نعطيها الخدمة. كوزينة كوعارف الكوزينة دائما عالكوزينة. مهم هلا مع بعضياتنا. ترتع جوبي شفي ماما ماما مولاي ابراهيم صاحب الفضل يقضي حوايجي بالقولو الفعالة. دقوا الخلالة خراس كبر ونبالا ومية ريالة باش نكفي حسان. ماما هكا ماما هكا ماما هكا ماما ترتع جوبي شفيتي الحاسدين فيا. دقوا كما كتشوفو دابا راني ماشية للتقدا، رحنا الحالة مش ممشى ماشية جينا. غادي نشارك معكم شنو الحوايج اللي تقضينا من المحل المغربي. غادي نوريكم شنو تقضينا. هذا وكشفو هنا شنو قصبر وعرفي جبان لوبيا مطيشة للتشين ليمون خيزو جزر سميد سميدة فارينة والثوم. هادو جبناهم هنا. البنات شرينا الدجاج والكفته، هذا هنا الدجاج والكفته. فالدجاج هذا الدجاج كيدير شحال
19 يعني دجاجة، 5 أورو 19 سنت يعني فيها كيلو 482 دجاجة. هذه هنا الكفتة 4 أورو 23 فيها فيها 56 غرام، هكا 546 غرام، 500 نعطيها للناس، 546 غرام فيها كفتة. دابا هادو غادي نديرهم في الفريجيدان، حتى الكفتة نديرو بيها الغدا، الدجاج نغسلوه ونديروه في الفريجيدان في الفريجو. نخلص كاع هادشي وشيت هنايا الزبيعة كيما كتشوفو، دائما كنمشي كنشري الزبيعة كتعجبني مقلقش بيها. أورو 49 سنت، هادي أورو 49. هنا جبت الكابويا والبرانية، جبت القرع الأخضر والدنجان، هذا الدنجان وهذا القرع الأخضر. هنايا جبت الزيتون أخضر، جبت النعناع، جبت الإبزار الأحمر، فلفل الإبزار الأحمر. هادو هما الحويجات اللي شريناهم. دابا غادي نهزو هاد الحويجات باش غادي نمشي عاد نعجن باش نمشي نجيب من اللوكا. كيما كتشوفو راني عاد لابسه كسوتي، غادي نبقى في كسوتي تنمشي نجيب من اللوكا ونجي نكمل. باش نجيب الملوكة في المدرسة، عاد ملي نصب الغدا ما نصبتوش حتى قلت ملي نصبح. هذا البنات معاكم، هي بقى معايا حتى التالي، شوفوني شنو غادي ندير اليوم. الجو راه مزيان ماشي ممش، ولكن شوية كاين الريح، ولكن الحمد لله يعني مبقاش داك البرد ولا داك الاخر. غيام اليوم الجو سوي ومشمش، هذا ما كاين البنات. شوفوني راني لابسه هاد التريكو هكا، دايره جاكيطه ديال الجين، هاد الساك هكا خفيف، ماشي باش نجيب مالك. زهرتي كما كتشوفو دابا راني هنايا نستنى يحلو الباب، مازال نحلو الباب، كانو الدراري كيلعبو برا في الاستيك، خير من نخرج نلعبو. دروكا راني نستنى باش يحلو الباب عاد باش نجيب الباب. مشيت جبت من لوكا وجيت وخبز البنات هو هنا حمر عندي، غادي نقطع الخبز نديروه في شويه الماء. صبروا نوريكم، المهم كيما كندير هذيك الطريقه كتجي زوين، الخبز كيجي زوين بها. البنات شوفوا دهنوا هكا بالماء وغمسوا هكا في السميد، تقدروا كاع تحشيوها في الماء ماشي مشكله. خرس كبر ونبلا ومية ريالة باش نكفي حسان ماما هكا ماما. ويجيب القولو الفعالة دقو الخلالة، خرس كبر ونبالة ومية ريالة باش نكفي حسان ماما هكا. زهرتي كيما كتشوفو هنايا الخبز ديال نار خمر، غندهنو هكا بالماء.
شيش بنات الطاطا وهشيش جي رائع. كنت ديجا البنات درت لكم هاد الطريقه في الفيديو. المهم عندي طرق بزاف ديال الخبز باش كيجي بيهم، كندير هادي كندير طريقه اخرى يعني مهمه كنبدل كل مره وانا يا مره هاك مره هاك كل نهار ونهار. هالبنات دابا غادي نديرو هاكا. السمومة انا كنهلفوك مقبل الحالة في اللوكا. ومن دابا غادي نخلو الفرن يطيب. عاد غنمشي ندير وزلاتي كما كتشوفو هاني هنايا جمعت كاع لافابو ديالي، غسلت الماعن ديالي هنايا، جمعت من الحالة كاملة يعني راني رديت في الفرن ديالي مسحتو هكا وكنت نخدم عليه في الخبز، مسحت هنا كلش الحالة. ها هو هنايا الطاجين ديالنا راه يطيب، كما تشوفو البنات الطاجين راه يطيب. دابا غادي نخليه يطيب وانا غادي نمشي باش نعدل الدجاج، ومن بعد غادي نمشي غادي مور ما نتغداو نمشي يمكن ندير واحد الحريشات هاكا على حساب اعطي حريشات صغار. المهم نتوما راكم معايا اللي غنديرو غادي نديرو معايا. دابا غادي نعدل الدجاج ديالي غا في الشكارة باش نجمع الدجاج. هو الطاجين ديالنا كيما كتشوفو ديال البطاطا وديال الكفتة المطيشة مع الحامض والزيتون. دابا غادي نمشيو باش نتغداو، وملي نتغدا ونجمع معاه نمشي ندير واحد الحريشات هذا ما كان الا بقى معايا حتى التالي باش تشوفوني كامل شنو درت. شوفوا دابا غادي نديروا الحرشه كما كنت قلت لكم غادي نتغدا ونجي ندير الحرشه. تغديت غسلت الماعن، دابا انا غادي ندير الحرشه. انا درت هنا ماغاديش ندير بزاف البنات، غندير السميده رقيقه. غادي نديروا الملح، غادي نديرو بيكين باودر شويه البنات باش تجي البنات هشيشه. ندير شويه بيكين باودر ماشي بزاف، شويه على يكون على حساب الخليط اللي عندكم. ندير شويه ديال الملح يعني معلقه كبيره، معلقه كبيره ديال السكر الخشن البنات. دابا نخلط هادشي كامل مع بعضياتو. نخلطوه مزيان مزيان، غادي البنات نديرو هاد الزيت ديالنا هنايا مخلطة ما بين زيت الرومية وزيت الزيتون، زيت البلدية وزيت الرومية مخلطين. دابا غادي نبسو كاع هدا. هاد القطعة اللي غادي نبقاو نديرو فيها صبارو شي بعديكا ندير هكا. غادي نجيبو الخليط هذا شوية نفرشوه هكا من تحت، غادي نشدو شوية الحرشة وغادي نقرصوها هنايا. وزاتي كما كتشوفو
وهي الحرشة اللي درتها على حسب باش نشربوا بها اتاي. هذه الحرشة درتها صغير بدا وما درتش بزاف، يعني درت غير خمسة الحبات ما كثرتش. هذه هي، نتمنى انها تعجبكم وتجربوها، ونتمنى ما تنساوش قناة شين وملاك بالدعم ديالكم، وما تنساوش تخليو لي كومونتير الغزالين بحالكم. من هذا المنبر كنشكر كل واحد مدعمني في القناة ديال شين وملاك داخل المغرب وخارج المغرب. بيزو كبير لكم كاملين. يلا ما تنساو ليش الاشتراك واللايك والجرس باش يوصلكم اي فيديو درتو، والبارطاج مع جميع المتتبعين، مع جميع الاهل والاحباب والاقارب في جميع وسائل التواصل، باش تعم الفائدة لجميع الناس. قناة شين وملاك متنوعة بجميع المواضيع، متنوعة. مهم بيزو كبير لكم. قناة شين وملاك تبغيكم، راكم في القلب. يلا بسلامة، احسن فيديو جاي ان شاء الله. ونبالا ومية ريالة باش نكفي حسان ماما هاي.